اهلا وسهلا بحلقه جديده من شور سيشنز. اليوم رح نلقي نظره على الكي اس ام 353 ريبن مايكروفون. أنا جو مدني من مؤسسين أوديو أديكت ستوديوز ببيروت، وسوا رح نشوف اليوم كيف بستعمل الـ KSM 353 ريبن مايكروفون لتسجيل آلة الناي والمزمار. معنا بالستوديو اليوم عازف الناي والمزمار المميز علي المذبوح. يعطيكم العافية، أنا اسمي علي المذبوح، دق ناي ومزمار وبس، ما عندي شي تاني أعمله إلا الناي والمزمار. أنا حأحكي شوي عن آلة الناي، قديش هالآلة طبيعية 100% وأقل مجال للصناعة فيها، وآلة من أقدم الآلات كمان تقريباً الموجودة بالعالم. بالنسبة لإلي أنا بلشت بآلة الناي كان عمري 5 سنين أو 6 سنين، فيعني رفيقتي من الطفولة ورفيقتي هلا ورفيقتي لبعدين إن شاء الله، الله يعطينا العمر ونضل نطور فيها قد ما بنقدر. الآلة يمكن عملت شيء بدون قصد، عملت ستايل فيها وعملت خط فيها غير اللي سبقوني. بحس انه هذا الشيء اللي عملته يمكن لانه بلشت بهالعمر الصغير، الشيء اللي عملته رفقني هي مرحله الطفوله اللي كل شيء اعطيتها بعدها لحد هلا مرفقتني، فمشان هيك يمكن عملت هذا الخط وهذا الستايل. ونحكي عن المزمار كمان، المزمار بلشت فيها من عمر 13 او 14 سنه. الآلة مجالها مثل أي آلة، يعني واسعة وفيها مجال إنه الإنسان يعطي، فالحمد لله الشيء اللي عم بعمله بعد كمان منضل نقول بعد ما عملنا شيء. بس الآلة يعني في أسرار بمحل من المحلات عم بكتشفهم، الآلة كتير واسعة مثل أي آلة. والمشروع لقدام هو المشروع الأكاديمي إن شاء الله اللي حيكون الآلة، خاصة آلة المزمار. آلة الناي إلى أكاديميتها وموجودة بالمعهد، وأنا درستها كمان بالمعهد 8 سنين. المزمار الشيء اللي عم نشتغل عليه أنه نعمل له ميثود ونعمل له منهج بإذن الله، وإن شاء الله نقدر نعطي على حياتنا ونعمل هذا المنهج. هذا اللي عم بطمح له أنا. بالنسبة للتسجيل اللي كان بالاستوديو أو إذا كنا على مسرح عم نشتغل، كلمة الحق بدها تنحكى هو ميكرو شور، يعني يمكن هلا أنا أكون عم جرب أني أعمل دعاية أبدا. فعن جد من بعد بحث وتجريب، وما في حفلة يمكن مهندس الصوت بجرب أنه في هذا الميكرو أفضل وهذا الميكرو أفضل، نوصل لخلاصة أنه ميكرو شور بالنسبة للناي والمزمار هو الأول والأخير. يعني ميكرو خاصة على المسرح ما بيلم أصوات من غير ميكرويات، ما عندي أي مشاكل مع إلا إذا بدي غير يمكن عن ميكرو شور. وبالاستديو أكيد في كواليتي استوديو، في العزل، في بس دائما 70% و80% بالنسبة لهي الآلة الشيء اللي بدنا ناخده بالاستوديو بناخده من ميكرو شور. هاي كلمة حق عم بحكيها، فالله يخلي لنا الشور. اليوم رح نجرب شيء مختلف كلياً، رح نجرب شور KSM 353 ريبن مايكروفون على آلة الناي، يلي هو شيء مش دايماً مستعمل باستوديو، إذا مش ولا مرة مستعمل باستوديو، لأنه آلة الناي منا آلة عندها فوليوم كتير قوي، عادةً بنحط كوندنسر مايكروفون، بس حبينا نجرب اليوم نشوف شو النتيجة بتطلع معنا من الشور KSM 353. الشيء اللي بيميز 353 عن غير الريبن مايكروفونز إنه أول شيء هذا الميكروفون إذا بالغلط انفتح عليه 48 فولت فانتوم باور ما راح يطير الميكروفون، يعني راح يضله يشتغل. وإذا وقع، هلا بنصح ما حدا يلقطه ويكبه يعني، بس إنه إذا وقع كمان بيضله شغال. هذا شيء مش موجود بالريبن مايكروفونز، لأنه الريبن مايكروفونز كتير حساسين وأقل ضربة ممكن تعطبه للميكرو، والفانتوم باور كمان بيعطبه. فراح نسمع سوا شو بيعطي الكي اس ام 353 على آلة الناي. مثل ما استعملنا الـ KSM 353 على آلة الناي، رح نستعمل الـ 353 على المزمار. المزمار آلة كتير حساسة وفريدة من نوعها، وصوتها كتير عالي. الـ KSM 353 بيتحمل SPL كتير عالي، فهذا الشيء بيساعدنا نقدر نسجل المزمار. خلينا نسمع سوا كيف بيطلع المزمار على الـ 353.
شايف شو دافع؟ الأستاذي منك مبلشة مبلشة منك لو قد ما لو جبت 10 ميكروفونات العازف ما بيلعب ما في شيء حيطلع حلو مبلشة منك بعدين بتجي منا نكمل بعض أنا والميكرو لا بس هو عادة ما بتستعمل هيك هذا الميكروفون على هيك آلات هذا بتحطه آلات فيها صوت كتير عالي لأنه صوته كتير مش كوندنسر هذا وهذا الماتيريال اللي بقلبه غير شيء وتابعوا الشور مميزين بالروزلايت يعني الريبن تبعه مش مثل اي ريبن عشان هيك صوته دارك شايف هاد معقوله هاد مع لا مش معقوله هيك فلويت انت مغلبط بالاله هات لنشوف المزمار بلا ريفر بدك نفس انا باكد لك انه انا وياك اول اثنين بستعمل هذا الميكرو لهالالات انا اكيد 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 من الموضوع ولا ممكن حدا يجرب يحطهم انا بس خلينا نشوف الوصله بين عيناتهم جرس جرس حبيب قلبي حبيب القلب حبيب التوفيق دائما يا رب شكرا للمتابعة بتأمل نكون نلا أعجابكم واستفدتم من هالحلقة ومنحب نسمع منكم أكيد للتواصل معنا الحقوا اللينكس بالدسكريبشن
منشوفكم.